عن فكره افشاء الزوجين لاسرارهم على السوشيال ميديا، وده كان رد الجمهور. تقولي ايه للزوج او الزوجه اللي بيكشفوا اسرار حياتهم على الفيسبوك؟ لا، ده اكبر غلط، اكبر غلط بيحصل طبعا. وحتى مش المشاكل كمان، حتى الحاجات الكويسه دي حاجات خاصه مش المفروض انها تبقى متاحه للكل. يعني ده شغله وحشه قوي، يعني هاي شغله ما بتصير. اسرار البيت لازم يضلها في البيت على طول. اهم شيء للمحافظه على سعاده البيت هو المحافظه على اسراره داخل البيت. مش مفروض طبعا، مش مفروض خالص طبعا. هما كل اتنين هيبقى سرهم مع بعض، عمرهم ما هيحصل طلاق ولا انفصال ولا 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 مثلا زعل او كده، لان لما بيخش التالت في وسطهم انتهى الامر. والله انا اللي اعرفه ان البيت اسرار، يعني لما بيكون في مشكله بين زوج او زوجه اعتقد يعني الشديد القوي بيدخلوا الوالدين في الموضوع، لكن بخلاف كده الموضوع بيبقى سيكريت، توب سيكريت بينهم، يعني ما يطلعش براهم. ده غلط طبعا، غلط جدا، لاني الحاجات دي بتسبب مشاكل كبيره. لا طبعا، الفيسبوك ما اتعملش عشان كده، المفروض يكون في صالح للتعامل ده، لكن كشف الاسرار والحاجات دي طبعا بتؤدي لمشاكل. واحد الاسرار الزوجيه المفروض دي، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك المفروض بتقفل على نفسك بيها، لكن انا اكشف الاسرار وانا الكلام ده يعني خلت الناس بتقضي بعضها. عندنا الكلام ده بيبقى ممنوع وغير مباح وملهوش اي علاقه، يعني ملهوش اي اساس، يعني بيبقى كلام فاضي، ناس فاضيه، الشيطان بيبقى بيلعب في دماغ الواحد، ما بتبقاش حاجه اكيده. يعني حاجه مش صحيحه بالمره، يعني المفروض ناخد بالنا ان دي حياتنا الخاصه، ما ينفعش ننشرها لكل الناس تعرفها. يعني اصل الحاجات دي ما ينفعش تطلع، دول اتنين هتشاركوا حياه كامله، نشاركهم ليه يعني للناس؟ يعني هذه دايما لازم تكون اسرار مقدسه، وما بيصير، يعني هي نوع من الإثكس واحترام بين الزوج والزوجه، فانا يعني مش مع هذا التوجه. اجاباتكم كلها نموذجيه طبعا، بما اننا في التلفزيون بسم الله ما شاء الله. بس هو الطبيعي والمتعارف عليه برضو، عشان ما احنا ما بنظلمش الرجاله، هو اللي بيعمل الموضوع ده اكتر الستات، لان الستات بتكون مش قادره تتحكم في مشاعرها زي ما انت قلت قبل كده، وتحب تفضفض. الراجل نادرا لما يحكي اسرار بيته لحد فاحنا لازم نتحكم في الموضوع ده زي ما انت قلت. في رجاله بترغي وبتحكي بس الستات اكتر. لا مفيش يا لمين، طبعا لانه طبع الست انها بتبقى قاعده بتحب تعمل صباح الخير يا مصر تشتكي. الموضوع ده بيعمل مشاكل. انت عارف مره مثلا واحد دخل يتكلم مع واحده على مشكله، وقعدت بقى تقول له احكي لي وعامل ايه مع مراتك، عشان فاضيه طلعت، لا دي طلعت اخت مراته عامله له مقلب، جابته اخت مراته بتوقعه. شفت الستات بتعمل ايه بقى؟ بصي قالوا رجاله غلابه ازاي، ابحث عن المراه وجابته وشنكلته. يعني هي زقت على اختها. بتشوف بقى هيفضفض ولا لا؟ وفضفض وقع مع الاسف. يا قلبك مع الاسف. السوشيال ميديا دي بقت بشعه صراحه. الصراحه لو هي ليها فايده فهي ضررها. ما تفتش على المراه، ما تفتش جريمه، اقول لك فتش على المراه. دماغ دماغ. ايه هو صراحه دماغ. هم دماغ مأيداني لميسة. لا، ما انا الحقيقه الحق يقال. احنا لما انتوا تكونوا وحشين بنقول انتوا وحشين. واحنا لو في حاجه عندنا احنا ما بنتكلمش على كل الستات وحشه، بنتكلم على السلبيين منهم بس. عموما بالظبط، ولا كل الرجاله وحش بالظبط، عارفين طبعا. طب الحمد لله، عمي حماهم. ماشي.